مرحبا، صباح الخير وأهلا وسهلا والسلام بالجميع. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. ولا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. ليش عم نحكي عن الشغلات هاي؟ خليكم معي بعد الفاصل أحكي لكم. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. عاداتنا، تقاليدنا وثقافتنا كلها بتحتم علينا احترام الجار. احترام الجار مش اشي بس من العادات والتقاليد. في كندا هذا اشي قانوني انك تحترم جارك. في ناس كتير خاصة من القادمين الجدد بيعرفوا عن احترام الجار، لكن للأسف ما بنتبهوا لشغلات مهمة جدا ممكن تأثر كتير في مجتمعهم وفي حياتهم، واللي هي موضوع الإزعاج الصوتي. موضوع الإزعاج الصوتي وإزعاج الجيران دائما 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 بسبب مشاكل. هذه المشاكل أحيانا بتوصل لأنه أحيانا بتوصل لأنه البوليس يتدخل فيها. بدي أحكي عن الموضوع لأنه موضوع كتير كتير مهم وبنسمعه كتير من ناس وأشخاص. عادة بعد الساعة 11 ما تعمل أي بارتي أو حلقة أو جلسة في البيت، لأنه هذا ممكن يزعج جيرانك، إلا إذا بيتك منفصل عن بيت الجيران. أما في البيوت اللي فيها طوابق أو بالعمارات، تأكد أنه يس العمارات هاي الكبيرة خاصة باتون. العمارات الصغيرة اللي هي 3 طوابق كلها خشب ما فيش فيها باتون، لكن الفواصل بين البيوت وبين الغرف كلها خشب، وهذه عزلها للصوت بيكون ضعيف جدا. الآن المشكلة في يمكن أكثر إشي في العمارات القصيرة اللي هي فيها مثلا 3-4 طوابق. هاي العمارات للأسف حتى وانت بتمشي جارك تحتك بسمع صوتك. هلأ إذا كان مشيك طبيعي، يعني أنا إلي صديق كندي كان دايما كومبلين عن جاره اللي فوق، إجا جديد مهاجر، فلما رحت عنده طلع عنده بنت، يعني رحنا وزرناه وحكينا معه طلع عنده بنت صغيرة. يعني البنت صغيرة بتعرف لما بتركض تك 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 هيك، فيعني هو متفهم، بس للأسف لما بتنزل تحت مزعج. يعني هذا تصميم البيوت للأسف، يعني أنا بحكيها هذا خطأ في تصميم البيوت، لكن مزعج. هلأ معظم هدول الصغار بناموا بكير. المشكلة لما أنت تصير تمشي دج 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 دج، هاي فعلا مزعجة للي نايم تحت، لأنه الناس دائما تاني يوم عندها دوام. الآن المشكلة الإزعاج بعد الساعة 11 والموسيقى العالية الصاخبة، دائما الكنديين بيشعروا انه مجبر، هو مش يعني اوكي عندنا يمكن اوكي سكر دينيك هذه حفلة اليوم عند الجيران، لا هو بتصل بالشرطة، فايزي انها تيجي الشرطة عليك وتسكر او تنهي الحفلة كاملة. عادة الشرطة very polite، اول شغلة بسووها بقول لك هذه اول مرة warning please وقفوا الحفلة وخلص انتهى الموضوع، وبروحوا كل واحد لبيته او بقولوا له روح. يعني المرة الثانية إذا تكررت والثالثة في مخالفة، يعني الشرطة مش جاي 24 ساعة بس عشان توقف هاي الحفلة. فإذا رجعت هاي الحفلة بنفس اليوم أو بيوم آخر، أكيد أكيد صاحب البيت راح يتخالف. المبالغ بتصير 250 بعدين 500 بعدين ممكن تصير كريمينال، لأنه هذا بيعتبروه إزعاج للجيران. فأفضل إشي أنا بحكيه في الموضوع هذا إزعاج الجيران، إنك إذا في عندك مثلا شغلة بدها تصير بيوم معين أو حفلة بدها تصير بيوم معين، وعارف إنه بيتك مش زي هيك، هذا بسموه سينجل هاوس عادة ما بسمعه كتير الجيران إلا إذا كانت حفلة صاخبة طبعا، فروح احكي مع جيرانك بلغهم إنه أنا بعتذر اليوم بدها تكون عندي حفلة وانتم معزومين مثلا، او ارجو انه ما اكون ازعجكم. الحفله راح تكون مثلا
متأخر شوي للساعة 12 واحدة، فاحكي مع جيرانك وخد الأبروفر منهم، خد الأوكي، لأنه زي ما حكيت لك الشرطة ما حتيجي لحالها، الشرطة بتيجي فقط إذا أنت عملت إزعاج واتصلوا جيرانك في الشرطة. فانتبهوا من هذا الموضوع، كونوا very polite مع جيرانكم، حاولوا أنكم تكونوا وددين إلهم، لأنه هذا بقوي علاقتك معهم. بس هذا لا يعني أنه أنا علاقتي كويسة خلص أسوي اللي بدي إياه في الحي أو الصوت، لا انتبهوا، لأنه هذا ما عندهم هم، يعني أنت عامل خطأ هم لازم يبلغوا. هذه يعني موجودة في الشعب الكندي، لن نغيرها. بلادنا لا، أو خلص جارنا هذا كويس، ما فيش مشكلة، هو مش كل يوم بعمل حفلة بمشي هالليلة. انتبهوا، خاصة يعني احنا بنشوفها كتير في رمضان، خاصة بعد صلاة التراويح بنطلع من المسجد وبيبدأوا الشباب، طبعا نطلع احنا هون صلاة التراويح بنخلص يمكن 12 ربع 12 ونص، بيطلعوا الشباب وبيبدأوا امام المسجد بيطلع الامام بصير يقول لهم وقفوا يا جماعة، كل واحد روح بيته، بدكم تحكوا احكوا داخل المسجد، لما تطلع برا المسجد انت بتزعج جيرانك قاعد، بتزعج جيران المسجد. وكتير صارت مشاكل مع المساجد والجيران، فاحنا ما بدنا نكون منظورنا انه منظر سيء وانه احنا مثلا مزعجين، لا بالعكس لازم نحترم الاخرين، ناس نايمة، اولاد نايمة، ناس عندها مدارس، عندها شغل. فبس حبيت احكي عن هاي الشغلة لانها نقطة مهمة كتير جدا للقادمين الجدد، ويمكن تغفل كتير عن الناس. بعرف ناس كتير تخالفت من وراء الموضوع ودفعت مبالغ مالية. يعطيكم ألف عافية، اليوم الجو جدا رائع، حبينا نصبح عليكم، سلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.